مواجع الطيران والفضاء حول العالم وفي اسطنبول. هناك أكبر حدث تكنولوجي في تركيا بمشاركة أكثر من 17,000 فريق من 122 دولة حول العالم. واللي ينظم من قبل فريق التكنولوجيا التركي وقف T3 ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وبلدية اسطنبول. والحدث يستغرق 6 أيام ابتداء من 17 سبتمبر. الحضور كان ماراثوني ويتوقع أن يكون مليون. الأجناس والأعمار تنوعت ما بين الشباب وما بين طلبة المدارس والجامعات اللي كانوا الفئة الأكبر. فالمهرجان يعتبر منصة يلتقي فيها مطوري البرمجة والتكنولوجيا حول العالم. الحدث شهد استعراض وعرض تركيا لإمكانياتها وقدراتها العالية في مجال التكنولوجيا والطيران، وتم استعراض عدد من الطائرات المروحية المقاتلة والحربية وحتى طائرات مدنية ومسيرة، ومنها طائرة العنقاء الشهيرة. فمثلاً أنزل الستار عن أول عربة تركية طائرة جزري، واللي يتوقع لها أن تحدث تغيير جذري في النقل الجوي، إضافة إلى الدعم اللوجستي في القطاع الصحي والقطاع العسكري. هاي العربة تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة وتحلق إلى ارتفاع 2000 متر تقريباً، ولمسافات تقطع مسافات تقارب بين 70 إلى 80 كيلومتر دفعة واحدة. تلاحظون في كل زاوية من المهرجان كان في مساحة ترفيهية مرتبطة نوعا ما بالحدث نفسه أو المهرجان. الحدث هذا عبارة عن زوايا مختلفة، تنظيم عالي احترافي، يعني تقدر تشوف 19 نوع من المسابقات المختلفة داخل هذا المهرجان، واللي توصل جوائزها إلى أكثر من 3 ملايين ليرة تركية. والمسابقات مختلفة، ابتكارات، روبوتات وأيضا طائرات مسيرة وغيرها وغيرها وغيرها. والمشاركة international، يعني من كل أنحاء العالم. Hi everyone, I'm Vivian from China. This is the second year I come to here. So exciting. I really like this show because we can meet my old friends and these are top pilots in the world. So this competition is really competitive. And I'm looking forward to see who is the champion. Hi, my name is Lexi Jansen and I come from Germany. This is the second time I am participating in a World Drone Cup in Istanbul and it's been really amazing. The whole atmosphere of the place is really, really cool and most of my friends are here, so we are just basically having fun. ختاماً، تركيا تسعى إلى تقديم نفسها كرائدة في مجال التكنولوجيا والطيران عبر الاستثمار في العقول التركية أو استقطاب أو جذب للكفاءات في هذا المجال.